انا في هذا المركز هذا يعني تعاملوا معايا مزيان، فاش كنوض في الصباح كندوز النهار ديالي بخير، يعني ما خصني حتى خير، عايشه بخير، كنعس، عندي ماكله، عندي حوايج، بخير عايشه، ما خصني حتى شي حاجه، حيت النهار الاول كنت عايشه غير في الزنقه في المحطه، كنت انا وولدي عايشين في المحطه، ما كنتش يعني كنت في الزنقه، ولكن هنا المدير دار معايا مزيان، يعني ما خصني حتى حاجه، كل شيء عندي، كنحمد الله ونشكره. الوليد جبتيه هنايا؟ الوليد عيشته، جبتو لهنا، كيديوه ليا الطبيب، كيشوفو وليدي واش مريض ولا ما مريضش، بحال فاش كنت في الزنقه ما كان كيديها فيا حتى واحد، كنت عايشه غير في المحطه، يعني كنت عايشه انا وولدي ترابيه صغير غير في المحطه، ما كان حتى يعني كنت غير مجلويقه، وكنت كنتعاطى المخدرات هنا، ما بقيتش كاع كنتعاطى المخدرات كاع، يعني وليت بخير، وكنمشي للطبيب كيديوني للطبيب باش نداوى بهاد المخدرات، وتنشربو تي، وخرج لي الطبيب شفاني تنشربو، يعني كنحمد الله ونشكرو. وبالنسبه يعني النهار كيفاش كدوزي رشيده؟ النهار كندوزو بخير، كاينه التلفازه، كنهبط، كنتسارى، كندور انا ولدي، كنلعبو، كنلعب مع ولدي بخير، يعني ما خاصني حتى حاجه، كيدوز عندي النهار بخير. انا نازله في هذا المركز، جيت هنايا هذا المركز لان الجوج ديالي جاب عليا تضمن البيت انا والابن ديالي، والحمد لله جيت هنايا ولقيت الرعايه ولقيت الاهتمام وتهلا فيا انا وولدي، والحمد لله كلشي موفرين لينا، الاكل والشرب وكلشي، زعما كاين اي حاجه ما لقيتهاش كنطيح فيها، لما كنتش في داري لقيتها هنايا، يعني لقيت الحب، لقيت الحنان، لقيت كيعلمونا الصنعة، كيعلمونا الخياطة، وكيعاملونا معاملة مزيانة، وكاين الخياطة، وكاين الصنعة، وكاين المدرسة، ولدي تا هو كيدخل المدرسة، كيقرا، كيتعلم الرسم.